بحضور اثنين من أعضاء الحكومة، أطلق صباح اليوم وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية السيد قمر السليك أعمال الورشة الخاصة بدراسة واعتماد مشروع قانون يتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية بحضور العديد من الخبراء والمعنيين. تقرير محمد عثمان بشير. تنظيم وتحسين قطاعي الزراعة الثروة الحيوانية بالإضافة إلى الموارد السمكية بات يأخذ أولوية بين مشاريع الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021، وللعمل على تفعيل تلك القطاعات بادرت وزارة الزراعة بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية بالبلاد في تنظيم هذه الورشة الخاصة بدراسة واعتماد مشروع قانون ينظم ويحسن تلك القطاعات لكي تكون قادرة وفاعلة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأن مشروع هذا القانون يأتي بعيد الطاولة المستديرة التي انعقدت في باريس والتي تم فيها دعم مختلف مشاريع الخطة الوطنية للتنمية من بينها مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية من قبل المانحين الدوليين، ذلك يعد بادرة قوية في تقوية الاقتصاد الجديد. ذلك ما أكده ممثل منظمة الفاو محمد منصور دياي وغيره من ممثلي المنظمات الدولية الذين حضروا هذه المناسبة، وجددوا تأكيدهم على أن ذلك يحتاج إلى قوانين منظمة من أجل تنفيذها بشكل مثالي حتى يتسنى للاقتصاد التشادي أن يكون قويا ومنافسا لباقي اقتصاديات دول الإقليم. وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية السيد قمر سليك هو الآخر أكد أهمية مشروع هذا القانون في ترقية وتطوير تلك القطاعات، وجدد قائلا على أن الخطة الوطنية للتنمية تعتمد أساسا على الزراعة والثروة الحيوانية، وأن قطاعات البيئة والغابات وغيرها التي تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية كالمياه لها مكانة في مشروع هذا القانون. إن مشروع هذا القانون على حسب الوزير سيتم اعتماده من قبل البرلمان بعد دراسته واعتماده من قبل الخبراء المختصين في تلك القطاعات الهامة من أجل تعزيز وتقوية الاقتصاد المحلي. ترأس صباح اليوم وزير البريد والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات محمد الله طاهر أعمال الورشة الخاصة لاعتماد برامج التدريس والتدريب للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. تقرير محمد حسن أدم. لأجل مواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة ودفع عجلة التنمية المستدامة بالبلاد، جاءت هذه الورشة الخاصة باعتماد برامج التدريس والتدريب بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إنستيك. المناسبة كانت بحضور وزير البريد والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات محمد الله طاهر ووزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو، واستهلت بكلمة المدير العام للمدرسة الوطنية إنستيك إدريس صالح بشر الذي أشار إلى أن الهدف من تأسيس هذه المؤسسة التعليمية هو تدريب وتأهيل الشباب التشادي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال التكنولوجيا الحديثة، كما شكر جميع من ساهم في أعداد هذه البرامج الدراسية. وزير البريد والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات محمد الله طاهر قال إن هذه البادرة توافق مع سياسة السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تشجيع ثقافة الامتياز ونهضة المدرسة التشادية، كما طلب من المشاركين تبادل المعلومات والأفكار الهادفة التي تسمح باعتماد هذه الوثائق، وكذا الخروج بتوصيات تسهم في تفعيل دور المدرسة وإعداد موارد بشرية مؤهلة في مجال التكنولوجيا الحديثة. ونشير إلى أن الورشة جمعت فنيين وخبراء وطنيين إلى جانب أساتذة الجامعات والمعاهد العليا الإقليمية والدولية. في ذات السياق، قدم عصر اليوم الرئيس الوطني لتجمع أبناء تشاد فيصل حسين حسن حديثا صحفيا حول نجاح الطاولة المستديرة في باريس وملتقى المستثمرين في أبو ظبي. إن تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية وبصفته مرافق لبرنامج الحكومة في التنمية وممثلا لجمعيات المجتمع المدني التشادي قد شارك في أعمال الطاولة المستديرة في باريس وملتقى الاستثمار بأبو ظبي، حيث سبق هذه المشاركة العديد من الفعاليات والأنشطة
من قبل التجمع للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الحكومة. خلصت أنشطة التجمع في مجال الأزمة الاقتصادية إلى العديد من التوصيات إلى الحكومة على المدى القريب والبعيد، تتمثل في مقترحات خطة مارشال، إصلاح مؤسسات الدخل العام، التوجه نحو الصناعات من أجل الاكتفاء الذاتي، الإسراع في تنفيذ مشروع السكة الحديد، تنشيط الموارد الطبيعية الزراعية الثروة الحيوانية والمعدنية، تنشيط القطاع الخاص والعديد من النقاط الأخرى. وعليه يشيد تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية وباسم جمعيات المجتمع المدني التشادي بحسن إدارة قضية الأزمة الاقتصادية من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية وحكومته، بالأخص جانب تنظيم الطاولة المستديرة بباريس وملتقى الاستثمار بأبو ظبي. أيضا يدعو التجمع الحكومة إلى سرعة تطبيق وعد رئيس الجمهورية وقرارات صندوق النقد الدولي لمؤتمر سانتياغو لعام 2008 الذي يوصي الدول الأعضاء بإنشاء الصندوق الوطني السيادي للاستثمار، وذلك لفعالية هذا الصندوق في جعل القطاع الخاص محورا لتنمية الاقتصاد الوطني وتوجيه الدولة نحو الصناعات والاكتفاء الذاتي. إن إنشاء هذا الصندوق سوف يكون نقلة كبيرة للقطاع الخاص نحو تلبيات احتياجات الوطن والمواطن، بالإضافة إلى مساندة الحكومة اقتصاديا في حال وقوع أزمات اقتصادية في المستقبل. أصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من القضاء التشادية. من الجميع أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. كنتم سلام.